مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم اخوكم طارق ناس، وانتم كتشوفوا احنا خارجين مسكسفين، خارجين من الدار. ايمي كتهد الباب. اليوم ما فايقاني مع الصباح، قلت لك سيدي اليوم عيد العائله، عندنا وليداي فهاد النهار هذا، وقلت لك سيدي ضروري نخرجوا هاد العيد تيكون يعني كيتجمعوا فيه العائله وكذا. المهم هاد العياد اخي راك عارفين حنايا من البلاد البليده الحفره ما عندناش مع هاد العيبات هادو. ها هي استاذه جايه. سلام سي سلام عليكم. سلام عليكم. وقالت لك سيدي نخرجوا ندوزوا هاد النهار هذا برا، ومنها نمشيو نوريكم هاد المدينه. هاد المدينه هادي سميتها فانكوفر. فانكوفر، وهاد فانكوفر معروفه وتتميز بالجو ديالها، ومدينه سياحيه، اكبر اكثر مدينه سياحيه يعني في كندا. تيجيو ليها الناس من خارج كندا ومن داخل كندا. وغادي نمشيو اليوم عندهم دي بارك هنايا اللي مشهورين، عندهم مارينا، عندهم المهم غادي نضربوا دوره بكم. وهذا ما كان الخوت. وهاد الاعياد هادو اخاي قتلوني انا بعدا بصراحه، والله الا صراحه قتلوني. تخيل معايا صاحبي اخوتي، تخيلوا معايا شحال من عيد غير من هاد، تخيلوا معايا غير شحال من عيد، شحال من عيد فهاد الايامات هادي، غير فهاد الشهرين هادي تقريبا. ها عيد الحب، ها لا الكريسماس داي، نيو يير، شنو اخر؟ فالنتاينز داي، توديز فاملي داي، عيد العائلة، عيد الحب، عيد الأم، عيد وما هو تيبان لي انا شي هذا عاقل بديره الدولة تتبغي دق الفلوس وصافي. هذا جيب الشوكولاته مره، جيب العصير والورد مره كذا مره كذا، انا كيبان لي شي عاقل دايرين الدول باش يبقاو يدقدقوا لك فلوس مشي تبقى تشري في كادوات. حنا عندنا في المغرب الناس مهاجرين، ولا الا بغيتي عيد الام اللي بغيتي تفرح الوالده هي راه في الصيف تاع شي كود مقم ما حفل ويستر وينيون، هذاك هو عيدها. وما تقلقش عليا الوالده، احسن والده في العالم، راه ما عندهاش، راه عاد نضحك معاك وكنحييك من هذا المربر هذا وتوحشتك بزاف. المهم قلت لكم شنو كاين، شنو في البلان اليوم في الفلوغ، ولا طوال الفلوغ غادي نديرو دو بارت. غادي نمشي وغادي نوريكم كاع البلايص المزيانين، وكاع البلايص اللي كيتجمعوا فيهم الناس، وكاع البلايص اللي تتميز بهم هاد المدينه. يلا بيس الدراري، خليكم معنا الى حين تشوفوا في عين مكان. بيس، السلام عليكم. المهم الخوت احنا في البلاصه اللي جايين، بارك سيني بارك، وفي مارينا، في الناس فين كي دوزو وقيته زوينه في الهوليدايز ديالهم، في اوف الحد سبت. انتما كما كتشوفوا معايا حنا وصلنا، تنقلبوا على الباركينغ دابا. كما كتشوفوا معايا راه الباطوات لي فاكو، بصراحة منظر زوين. دابا كنقلبوا غير على الباركينغ، مكايناش بلاصة لأنها بوم هنا بوم. اليوم هامرة الدنيا، فخليكم معنا ونمشيو نقلبو على الباركينغ، نحط الطوموبيل ونديكم معنا الجولة على هاد المكان هذا وتشوفو شنو كاين. يلا بيس اون لوف خوت. وانا كيف ما كتشوفو معايا البلاصة كيف قلت لكم، هنايا كاين البيكالات كيتكراو من مورايا كما كتشوفو، راهم كتكراو، ممكن تكريهم وتضرب دويره هنا في هاد البلاصه هادي. بصراحه واعره كما كتشوفوا، شوفوا الفيو كي داير. هاي
صراحة مكان واعر. أنا عارف أنتي تسرك البنادم، أحباب وأصدقاء، العائلة، ودابا النهار هذا ديال العائلة تيديروا هاد القوة البادو ديال العائلة، وكل نهار يعطوك بلان مالهم يجمعوا الناس يدي في نهار واحد يديروا عيد الأم، عيد حب الأم والعائلة دقة واحدة، وتمشي تشري داكشي اللي قدرتي عليه والسلام عليكم. هذا ما كان، ولكن هما لا، خص ضروري يفرقوا منيك عيد الحب وحده، عيد كيما قلت لكم عيد العائله وحده. هذا ما كان خوت، انتم كما كتشوفوا معنا بلاصه ما نتذكروش، المارينا ديالهم هنايا بلاصه كيدوروا فيها الناس. بلاصه طوال رمت السركل هنا. هذا ما كان، احنا غادي نوريكم كل شيء، غادي نمشيو لهذيك البلاصه اللي لهيه، غادي نمشيو لهيه ومن تما نوريكم شنو نقربوا للديفوت، ممكن نشدو شي نديرو شي قهوه تما ولا شي لعيبه. وهذا مكان، يلا بيس الخوت. ما احنا دابا في واحد ستور هنايا دايرين لي التواش، هادو بحال كيما كتشوف في المغرب في مراكش، هادوك البلايص لي بازار لايفات لي سوفونير، لو تاخد لي سوفونير المجلة ديال هاد البلاصة هادي تصاور. ما عرفت شنو درت هنا، دخلنا المكان شديد بزاطم ديول مراكش و باب الحد الرباط، كشي القديم كشي تقليدي اول غادي تلقاو هنا. Like little finger gloves, babe. Right. خص ضروري زمتك في شي دولار ضروري. It's a furry. How much is that? $13, yeah. So. I got you $20. So what are you doing here? كيف بتشوفوا معنا؟ بحال بازار اللي في المغرب؟ بحال هذاك شي قديم وشي داكشي تقليدي، كاينين تتركوات تواشان ملابس اللي قيت. These are like handmade, babe. These ones over here. Look how beautiful these are. They're handmade, like glass blown. So we don't need it. Yeah. هي بغت تاخد اي حاجه. هي شنو؟ This is all handmade like done by hands and like jewels from here. قلت لك هنا هادو مصاوبين بليد، هنا راه الشيء هذا عندنا انت فكت منه في المغرب موجود. هاد الشيء كي جا العجب هنا قلت لك هنا مصاوبين باليد وكذا، قلت لها هنا المغرب كلشي كيتصاوب باليد، كلشي خوات اللي حب لك خاطر. هنا يا راه قلت لها ودي حتى الولاد راه تيتولدوا بلي تما. This color it's called jade. It's a national stone for like Canada, like for Vancouver, BC. It's the green one. Yeah, it's a green. It's called jade. Yeah. هذاكم هذا الكولور هو اللي معروف هنايا في كندا، the green one. Expensive. و تيكون غالي. انتم كتشوفوا بحال الاخضر بيوتيفول. اي نو اتس بيوتيفول. هنايا ديكورات انتم كتشوفوا، المهم هادشي هذا شتي البلانات خوت هنا بحال لي بازار نيشان.
المهم تيديروا لك فين فين دكدك الفلوس تحت شعار تهلك واستهلك وما شغلناش peace and love. احنا مازال هكا نتمشاو جينا لهاد البلاصه هذه كما كتشوفوا معنا ديك المناره كما كنقولوا هنايا هاي مرعيات ولكن راه طريقه اخي طريقه اخوتي ضربنا موجودة الطريقة أخي ولكن كل شيء مصايب صراحة كل شيء أنتم كتشوف It's called what? It's a lighthouse It's called Brockton Point اسميتها Block 2 Block what? Brockton Brockton Point Brockton Point كما كتشوف هرغم ندخلوا من داخل ديالها We'll go upstairs. So we can go up, right? Okay. So I'm going to go to the top here. I'm going to take a look at this. The top of the decor is going to be here. أنا باش يعجبوك باش تحس براسك بالله مقيد الدنيا واش فهمتي كون كنا هنا في المغرب بصراحة هاد البلاصة هادي وهاد الدروج هادو غادي يكونوا عامرين راكم تم الريحة غادي تكون تتقلب شوف الدروج كي دايرين كلشي نقي صح كلشي نقي كيما كتشوف معانا أخوت احنا الفوق هاهي المنارة كتشوف معانا ومعكم الأخت للا منانا إيمي إيمي إلا حاوس صراحة هذا يكون واعر شو كيف ممكن تشوف الفيديو كيف يزدير أنا أوريكم الجهة أخرى هذا كتصور خسر لي الديكور المغاربة فين يمشوا يخسر الديكور ما الناس مصباح ما تيتقادوا في الكاميرا انا بغيت نمشي نتقبط منهم ثينك ذاتس وات بيب هات سي باس سي باس ات تيكس بيبل فروم وان سايد اوف ذا فانكوفر تو ذا اذر سايد اوف فانكوفر اه قلت لك هذيك البلاصه كاين بحال باطوات صغار باطوات كبار كيديو تي كيقطعوك من بلاصه لبلاصه نورث تو ساوث ساوث تو نورث من الجنوب للشمال ديال فانكوفر. It's like how much? It's our regular transit, so maybe $2.60. قلت لكم شي جوج ديال الدولار لو بغيت تقطع. ماشي شي حاجة جوج ديال الدولار. المهم احنا كنوريكم في الديكور كيفاش داير هنايا. واللي تيعجبني هنا بصراحة اللي عاجبني هنا في البلاد هو النقاء صراحة خلين بلادهم نقية لواحد الدرجة ما تصوروش اصاحبي البلاصة كما كتشوفوا ما تلقاش حس الوسخ ولا عندها جور غازو كيدير ما تلقاش حس الكاغيط ما تلقاش هادشي باش يعجبوك هنا صراحة مقادين هاد الامور مضحين الامور متاقنين خدمتهم والناس هنا محتارمين البيئة ومحتارمين بلادهم فهم خلينا نقية فين ما مشيت تلقى النقاء فين ما مشيت حنا عندنا بلايص واعرين بصراحة كما قالت لي ايمي كاين بلايص واعرين ولكن فاش كتشوفهم فيهم الزبل كيبقى فيها الحال تقول لي شوف بلاصة واعرة وكذا ولكن عامرة بالزبل فبالتالي كتخسر داك المنظر كاع وهذا ما كان الخوت وريناكم المنارة كل شيء بيس خليكم معنا وانا الخوت بغيت نشر هاد القطعة القديمة هنا كيقولوا كيضربوا المدفع كل نهار مع التسعود كل نهار مع التسعود كيضربوا المدفع هنايا وهاد المدفع هذا قديم من 1816 وجل هنايا في انجلند في بريطانيا وحطوا هنايا جابوا لهنايا في 1894 and brought here in 1894 yeah
ومن تما وما تي تي هضروا هذا سعود كل نهار انا جدني غريبه سولتها ولقيتها هنا مكتوبه this girl part with a very long record to 9 p.m. daily يعني كل نهار كل نهار هضروا هنا ما عرفتش علاش بالضبط ولكن هادشي اللي كاين Yeah, la pizza, please. Sure.